اليوم رح نتكلم عن المرحلة الثالثة من الهجرة إلى أمريكا للممرضين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قناة مذكرات ممرض، بتكلم من قطر عن التمريض، عن الهجرة، عن السفر. فلو عجبك العنوان خليك معنا للآخر، ولا تنسى الهاند واشينج، البس الجلافز، هات الماسك وتفضل معي. اليوم رح نتكلم عن آخر 6 خطوات في الهجرة إلى أمريكا، اللي هي ابتداء من طلعت بالطيارة إلى أن توصل هناك وتستلم شغلك. الخطوة 25 اللي هي بدك تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا السفر إلى الولايات المتحدة مكلف، ومكلف جدا، خصوصا إذا طلعت في الهاي سيزون أو مثلا حوالين رأس السنة، حوالين عيد الميلاد، آخر شهر 12، الأوقات هاي بتكون الأسعار فيها غالية جدا. فتذكر راح تطلع 600-700، ممكن توصل 1000 دينار أردني، عم تحكي ب1000-1500 دولار عن كل فرد، وهي بتفرق حسب الشركة اللي انت طالع عن طريقها. بعض الشركات بتقول لك ادفع التذاكر من لاش دخل، وبعض الشركات بتقول لك انت على حسابنا والعيلة كلها على حسابك انت. وفي بعض الشركات اذا كان طالع عدد كبير من الممرضين من بلدك الى امريكا بنفس اليوم او بنفس الاسبوع، ممكن تقول لك 2 أو 3 حسابنا، او ممكن يضربهم الكرم ويقولوا الكل علينا. بتطلع بالطيارة، بتسافر الى امريكا، مجرد ما نزلت من الطيارة في مقابلة ثانية، طبعا مش لك، لاي انسان بهاجر الى امريكا بدك تكون عارف انه في مقابلة بالسفارة قبل سفرك ب3-4 شهور، وفي مقابلة بالمطار نفسه اول ما تنزل من الطيارة راح تكون 3-4 دقائق، وبالنسبة لك كممرض برضو زي المقابلة اللي كانت في بلدك، المقابلة راح تكون شكلية. مجرد ما نزلت من الطيارة لازم تكون مظبط وضعك من قبل. بعض شركات التوظيف بتأمن للإنسان غرفة في فندق لمدة أسبوع أو أسبوعين إلى أن يستأجر له بيت ويأثثه وينقل عليه. في شركات بتوفر لك شقة مفروشة لمدة شهر أو شهرين أو 3 إلى أن تضبط وضعك وتستلم رواتب أول فترة اللي هي أول 3 شهور، وبعدين تصير تستأجر على حسابك. وفي شركات بتقول لك مثلا احنا معطيك 3000 او 2000 او اللي هو، ودبر حالك ان شاء الله تستاجر فيلا بمليون بس اليوم، هاي مشكلتك. المهم انه قبل ما تسافر الى امريكا بدك تكون عارف انت وين راح تسكن. في بعض الشركات بتبعت لك سياره وتاكسي وموظف معين بيستلمك من باب المطار لباب الشقه اللي راح تسكن فيها او لباب الفندق، بيدلك على الطريق. بعد هيك المفروض انك تبدا الشغل بدءا من 10 الى 20 يوم بالكثير من وصولك للولايات المتحده الامريكيه. طبعا نقطة مهمة، هل بصير انه انا اخذ رخصة مزاولة مهنة من ولاية واروح اسكن او اشتغل بولاية ثانية؟ طبعا بصير. انا بعرف ناس اخذ رخصة نيو مكسيكو وبيشتغل بانديانا او بيشتغل في مينيسوتا مثلا عادي. اول ما توصل الى الولايات المتحدة خلال 3 أسابيع تقريبا او شهر راح يكون وصلك التصريح العمل والأوراق هاي، وراح تكون أنت قدمت بمجرد ما تنزل من باب الطيارة لك الحق أنك تقدم على إشي اسمه الاندورسمنت، اللي هو نقل الرخصة من ولاية إلى ولاية. بالأول بعطوك رخصة مؤقتة أظن مدتها شهر أو 3 شهور، أظن أنها شهر، لكن أنت خلال 3 أسابيع بتكون خلصت الاندورسمنت وصار معك رخصة الولاية اللي أنت ساكن فيها، فهاي مش معضلة. هاي نقطة. نقطة ثانية، راح ترجع من السفر ترتاح يوم أو يومين، بعدها تبلش تلف على المستشفيات وتدور على شغل، راح تعمل مقابلة والثانية والثالثة والرابعة، لما تلاقي مستشفى أنت عجبتهم وهم عجبوك بتوقع معهم. بعد هيك راح تبلش دوام، فأنت تحسبها وبالورقة وبالقلم، يعني بالعربي راح توصل أمريكا خلال أسبوع راح تكون بلشت شغل. في مستشفيات بتعطيك الاورينتيشن اسبوعين، في مستشفيات شهر، الاغلبيه بتعطيك اسبوعين. واذا في اشي انت ما فهمته بعطوك الحق انك تداوم اورينتيشن لاسبوع ثالث، على اساس انك تكون متاكد انك فت وعندك كومبتنسي في كل السكيلز اللي دربوك عليها. طيب هل راتبي بيكون ماشي في هذول الاسبوعين او ال3 اسابيع؟ زمان كانوا المستشفيات يعطوك خلال فترة الأورينتيشن نفس راتبك كموظف ثابت، لكن شافوا أنه بعض الناس بتخوثوا وبعد الأسبوعين بقول لك ما فهمتش إشي، عيد كل إشي، بمد الموضوع لأسبوع ثالث، علشان هيك هيك أنا قاعد والراتب ماشي. فصاروا خلال فترة الأورينتيشن يعطيك نص راتب، ومجرد ما تستلم مريض وتبلش دوام رسمي يعطيك راتب رسمي كامل. طيب أنا خبرتي طوارئ، هل بحطوني بالطوارئ؟ أنا خبرتي غسيل كلى، هل بحطوني في غسيل الكلى؟ انا معاي ماجستير، هل بشتغل او بحسبوا لي راتبي راتب ممرض معاه ماجستير؟ هل بعطوني راتب كونسلتنت او انستراكتور او براكتيشنير؟ انا مثلا خبرتي رئيس قسم، هل بنحط رئيس قسم من اول يوم؟ الجواب على كل الاسئله هاي لا طبعا. الخبره برا امريكا ملهاش اي وزن،
فانت لو كان معك ماجستير، لو كان معك دكتوراه، لو كان معك 500 شهاده دكتوراه، لو انت شخصيا اللي اخترعت التمريض، تيجي على امريكا بتقدم رخصه ممرض قانوني، يعني بتعتبر حالك بكالوريوس. بعد ما يصير معك خبره سنه او سنه ونص او سنتين، المده بتختلف من ولايه لولايه، تقدر تقول لهم اه صحيح انا معي ماجستير، هاي شهادتي عادلوا لي اياها او اعتمدوا لي اياها. فبيجوا بيقول لك طيب يا زلمه، تقول معك ماجستير كنت تاخذ مثلا $40 على الساعه، صاروا 60 او 70 او 80 او اللي هو. طبعا مش راح يعطيك راتب اعلى لانه بس معك ماجستير، راح اقول لك في دورات راح تاخذها وفي تدريب وفي كذا وفي كذا. انت كنت مجرد ممرض طوارئ على سبيل المثال، صار اسمك ممرض كونسلتنت امرجنسي او كونسلتنت بيدياتريك امرجنسي. راح اعمل لك فيديو لقدام عن 75 تخصصا بالتمريض بالولايات المتحده الامريكيه عمرك ما سمعت عنها، استناه ضروري. فالمهم الخلاصه انه اي انسان بدخل امريكا على اي مستشفى لازم يشتغل اول 3 إلى 6 أشهر في الفلور اللي هو قسم الميديكال سيرجيكال. بدك قدام اولها باطن جراحه، بعدين بنتفاهم حابب تضل هون ولا تنتقل على قسم ثاني، سواء حسب رغبتك او حسب خبرتك. فبدك تتعود على سياسة المستشفى، بدك تتعود على شكل الملفات، بدك تتعود كيف تكتب النوت، بدك تتعود على روتين القسم، بدك تعرف من وين بنطلب الميديكيشن، من وين كيف تودي المريض على الأشعة، مين شغلته يطلب وحدة الدم، مين شغلته يعمل كذا. بدك تحفظ شو الجوب ديسكريبشن إلك ولغيرك، سواء البراكتيكال أو النيرسينج إيد. ولما تعرف كل القصص هاي بتروح نقل على القسم اللي بدك إياه. زي ما قلت لك بعد 21 يوم راح يوصلك السوشيال سيكوريتي نمبر اللي هو زي الرقم الوطني عندنا أو زي الرقم القومي في مصر، والجرين كارد اللي هي الإقامة الدائمة في أمريكا. وفيما بعد بيعطوك إشي اسمه الورك بيرميت اللي هو تصريح بالعمل داخل أمريكا. لما يصيروا هذول الثلاث أوراق في جيبتك تقدر تسافر لأي ولاية. في ناس بيقول لك أنا راح أسافر لنيويورك مثلا ومعاي رخصة نيويورك ومش حاب أضل في نيويورك، عادي داوم فيها شهر وبس تخلصوا ويجوك الثلاث أوراق هذول، انتقل وين ما بدك. طب والمستشفى؟ انت ما لك بالمستشفى، انت بتتفق مع ايجنسي، الايجنسي هاي متفقه مع 100 مستشفى في كل ولايه. اذا ما بدك تشتغل مع مستشفى سين في نيويورك بشغلك في مستشفى صاد في تكساس، او مستشفى عين في كاليفورنيا، او مستشفى اف في نيو جيرسي، وين ما بدك بوديك ما عنده مشكله. بدك تتاكد انه هاي الشركه اللي انت متفق معها لها فرع او مسموح لها تشغل الناس في الولايه اللي انت نفسك فيها، لانه بعض الشركات ما بتشتغل الا ب 15 ولايه او 17 او 20 او 11، فبدك تعرف هم وين لهم نفوذ ومعهم ترخيص في اي ولايه. بعد 3 شهور تقدر تنقل الرخصه كلها من الولايه اللي انت فيها لاي ولايه ثانيه. مثلا انا موجود بنيويورك بدي انتقل على واشنطن، بنقل الرخصه من هون لهون بعدين بسافر هناك ببلش الشغل هناك. ليش الناس ممكن تنقل من ولايه لولايه؟ ممكن الرواتب أعلى، ممكن المعيشة أرخص، ممكن الوضع أهدى، الزحمة أقل، الدور أقل، الطوابير أقل، زحاب السيارات أقل، زحمة السير أقل، مستوى الجرائم أقل، ممكن نسبة العرب أكثر، عدد المساجد أكثر، الثقافة أو الأخلاق بشكل عام تبع الولاية أحسن. في ناس بتحب البرد بتروح ولايات باردة، في ناس بتحب الحر بتروح ولايات حارة، وفي مليون سبب بخليك تنتقل. بعدين بعمل لكم فيديو خاص على الشغلة هاي. الخلاصة للثلاث فيديوهات هذول لحد الآن إنه الهجرة عملية طويلة، الهجرة عملية معقدة، الهجرة عملية مكلفة جدا، والهجرة عملية بتأخذ وقت طويل جدا. نصيحة لوجه الله، لا تسمع من أي إنسان خصوصا الناس اللي بيحبطوك. أنا أول ما فكرت تفكير بالموضوع كل الأردن عملتني مسخرة، أنت تطلع على أمريكا؟ آه بطلع أمريكا، شو مالها أمريكا؟ بتطلبش إلا أنبياء؟ أي واحد بيقدر يطلع أمريكا. وقدمت ونجحت، ويوم ما جبت لهم تقرير النجاح بالإنكليكس صارت كل المستشفى تقول لي رفعت راسنا أبو ناصر، بالله جد أسا صرت حبيب قلبك. ما علينا، الخلاصة لا تسمع من حدا، بدك عزيمة فظيعة لأنه ممكن تأخذ معك 2 أو 3 أو 4، وفي ناس قعدوا أكثر من هيك. أنا شخصيا 6 سنين ولسه ما سافرت على أمريكا. بدك تعرف إنها بتكلف كثير، لكن المبالغ هاي مش رح تدفعها بيوم وليلة. فأنت عندك امتحان بكرة رح تدفع رسومه، رح تقعد بعدها 6 أشهر مش دافع إشي، راح يجيك امتحان ثاني تدفع رسومه، بعدها راح تقعد 2 شهر مش دافع اشي، راح تعبي طلب تدفع رسومه، بعدها 1.5 سنة مش دافع اشي، وهكذا. فلما تشوف الارقام هاي اللي قدامك على الشاشة لا تخاف، في رسوم تندفع عن الشخص نفسه فقط، وفي رسوم تندفع عن كل فرد من افراد العائلة. فكل ما كان عندك اولاد اكثر بده يكون الدفع اكثر. طبعا هاي الارقام تقريبية،
وبعض الأرقام فيها على حسب الأسعار اللي أنا دفعتها، يعني في أرقام دفعتها قبل 6 سنين، في أشياء قبل 5، في أشياء قبل 4، في أشياء أول امبارح. فهاي الأرقام حسب أسعار 2018، بدك تزيد عليها أقل شيء 5 أو 10%، إلا إذا الشركة اللي أنت مهاجر عن طريقها وعديتك أنه بعض الأشياء هاي تكون على حسابهم. فإذا بدك تكون أعزب وتهاجر، كل بروسس بتكلفك ما يقارب 3400 دينار. الأرقام اللي قدامكم منهم 500 دينار أنا دفعتهم للشركة نفسها، أتعاب الشركة. بس لو بدك تعرف البروسس نفسها قديش بتكلف، يعني قديش بتدفع للحكومة وللسفارة ومركز الامتحان والجهات الرسمية، هاي بس كل رقم آخر عمود على الشمال بدك تنقص منه 500 أو 550 دينار. فالعزابي بتكلفه بحدود 3400، المتزوج عريس جديد هو مرته بس بتكلفهم حوالي 4800، اللي عنده طفل واحد بتكلفه بحدود 6200، اللي زي عنده 3 أطفال بتكلفه بحدود 9600. أنا شخصيا كلفتني 11700 شوي. تعرف ليش؟ لأنه امتحان الآيلتس لحاله عدته 8 مرات. ورقم 2، امتحان الآيلتس لما تغلبت فيه أخذ دورة عشان أجهز حالي، الدورة لحالها كلفتني 100 دينار. فبقول لك كل واحد ظروفه بتختلف عن ظروف الثاني. في ناس امتحان الأول بيعمله مرتين، في ناس الامتحان الثاني بعيده 5 مرات، في ناس بيقدم الورقة مثلا مدة صلاحيتها 6 شهور، بتنتهي صلاحيتها برجع بيقدمها من أول جديد، بدفع له 900 دينار على الفاضي. فأوعى تفكر انه في 2 من بين الملايين اللي هاجروا لأمريكا وضعهم واحد ومروا بنفس الخطوات ودفعوا نفس التكاليف. انت نصيحة، اسأل عن هالشركات اللي بتطلع الناس على أمريكا وسجل مع أي واحد فيهم، وكل ما بده يقول لك أعطيني المبلغ الفلاني أدفعه للجهة الفلانية، قل له جيب لي وصل فيهم أنا بدفع لك، أو أنا بدفع لك بشرط ثاني يوم تعطيني الوصل، ما جبت له الوصل مش مكمل معك، حقك. والشركات اللي بتعرف ربنا وبتسفر الناس مستعدة توريك ورقة بكل إشي تعمله. بالتوفيق للجميع. اللي عنده أي سؤال يكتب لي تحت بالتعليقات، لأنه فيما بعد رح أعمل سؤال بعنوان الرد على أسئلة المتابعين حول الهجرة. ضروري جدا كل واحد يكتب لي السؤال اللي بده إياه. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.